تهدد العنصر البشري بشكل كبير، وتستطيع استبداله بها في أقرب وقت وفي العديد من المهن المختلفة. فاستطاعت التطور من ورقة بحثية مهملة في عام 1950 حتى وصل بها الحال إلى كتابة المقالات وإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني، بل وتخطى الأمر ذلك بكثير. فتحدث البعض فيما بعد عن استبدال عدد من الوظائف المؤثرة بها: الوظائف الإدارية والعمل القانوني، الهندسة المعمارية والإدارة. ستهدد حوالي 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال المدة المقبلة. لكنه أيضا مفيد بشكل كبير، ويستفيد العديد من الشركات بفوائد ضخمة بسببه. الذكاء الاصطناعي سيشارك في التطور الاقتصادي الكبير للدول المختلفة. هذا ما جعل العديد من الدول تشارك في تطوير تلك التقنية المتطورة، من بينهم دول الخليج العربي، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي سنناقش تقدمها الكبير في هذا المجال الذي سيفيد المنطقة والبشرية بالتأكيد. استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. قامت الإمارات العربية المتحدة بوضع استراتيجية جبارة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. تهدف تلك الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وستصل الإمارات في 2031 وفقاً للبوابة الرسمية لها للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بنسبة 100%. الإمارات تسعى لتمكين الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وتسعى وفقاً لبوابتها الرسمية إلى أن تكون الحكومة الأولى بالعالم، وهذا في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاته الحيوية، خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة تكون بقيمة اقتصادية عالية. تستهدف الإمارات عدة قطاعات مختلفة في المجتمع العملي والعام من هذا الاستثمار. أبرز تلك القطاعات: النقل، الصحة، الطاقة المتجددة، القضاء والمياه، التكنولوجيا والتعليم، البيئة والمرور، والعديد من القطاعات الأخرى. تعتمد الاستراتيجية الخاصة بالإمارات إلى 5 محاور رئيسية تضعها الدولة في هذا المشروع. أولهم بالتأكيد بناء فريق عمل متكامل وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة. الإمارات قامت بتفعيل وعمل العديد من ورش العمل المختلفة بجميع الجبهات والهيئات الحكومية بالإمارات، وركزت تلك الورش حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، تنمية القدرات المختلفة للقيادات الحكومية العليا بمجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات كل الوظائف المتصلة بالتقنية المختلفة وتطبيقاتها. كما قامت الإمارات بزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية، مع دمج تلك التقنيات بنسبة 100% في الخدمات الطبية والأمنية الخاصة بتحديد الهوية. الأمر الأخير هو سن القوانين والتشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. تم إصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن لتلك التقنيات، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم له. كل هذا بأمر من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم. تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر الدول العربية استثماراً وعملاً بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الإلكترونية، بجانب مصر والمملكة العربية السعودية. الذكاء الاصطناعي هو مستقبل هذا العالم الكبير، من آسيا إلى أوروبا حتى الوصول إلى أمريكا. ننتقل إلى أوروبا، فالاستثمار بتلك التقنيات فيها يتم على نطاق واسع في عدد كبير من الدول، منها بالتأكيد فرنسا. استثمارات فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي. تطمح فرنسا هي الأخرى في أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي،
ووقع في مايو الماضي قرب العاصمة الفرنسية باريس اتفاقية بين مايكروسوفت وفرنسا، وذلك في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بلغت قيمة الاتفاقية حوالي 4 مليارات يورو حتى عام 2027. فرنسا تسعى لعمل هذا المركز الذي سيكون جديدا في أوروبا، وتحدث إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي عن هذا. ماكرون أعلن في العام الماضي عن ضخ حوالي 500 مليون يورو حتى عام 2030 لإنشاء مراكز أبحاث مختلفة خاصة بالذكاء الاصطناعي. تحدث عدد من أصحاب الاستثمارات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر وعن دور فرنسا به، حيث قالت فيرونيك فينتوس رئيسة شركة نوك اي اي للذكاء الاصطناعي الناشئة حديثا في باريس، أن فرنسا تدعم الذكاء الاصطناعي بباحثين رائعين وبرامج دعم حكومية جبارة. تتعاون فرنسا مع عدد من الدول الفاعلة في هذا المجال من بينها الولايات المتحدة بالتأكيد، ودخلت الإمارات العربية على خط هذا التعاون، فأصبحنا نشاهد تعاونا كبيرا بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة. تعاون إماراتي فرنسي. وقعت الإمارات وفرنسا اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف البلدان لتحويل نفسهما إلى مراكز إقليمية للتكنولوجيا، عقب إبرام أبوظبي صفقة استثمارية تاريخية كبرى مع شركة مايكروسوفت العالمية. صرح وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال فعاليات نظمت في أبوظبي يوم الثلاثاء، فرنسا والإمارات قررت الاستثمار المشترك في الكوادر الخبيرة ومراكز البيانات. تشتمل تلك الاستثمارات على مجال الحوسبة الكمية وأشباه الموصلات. لومير أكد أن الدولتين سيعملان أيضاً على استثمار تطبيقات التكنولوجيا بصورة فعالة وأكثر جدية من ذي قبل. وقعت تلك الاتفاقية بين وزارة المالية الفرنسية ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مدينة أبوظبي بحضور الوزير وعضو المجلس خلدون المبارك. الإمارات وفرنسا يبدأان في العمل على المشروعات القائمة بالفعل أيضاً، حيث سيتم إنشاء مصنع للرقائق بالقرب من مدينة غرونوبل الفرنسية على سبيل المثال للحصر. هكذا إذا ترسم الإمارات العربية وفرنسا المستقبل المشرق للعالم في هذا المجال. مستقبل مشرق. يتطلع العالم إلى بناء مستقبل مشرق للبشرية عن طريق الذكاء الاصطناعي، ليساهم في زيادة الإنتاجية المختلفة والتحسين، بل ومراقبة العمل، كما يهدف أيضا إلى تحسين الرعاية الصحية المختلفة للبشر، كما أنه يؤدي إلى تعزيز قدرة التنبؤ وتحسين معايير السلامة وزيادة التفاعل بين البشر والآلات المختلفة. أنت كيف ترى الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ترى دور الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في تطوير تلك التقنيات المختلفة؟ لنترك لك الجواب.